يا هلا والله، معكم إسراء من السويد. جيت لكم فيديو جديد، فيديو اليوم عن معاناتي بدراسة الثانوي في السويد وإيش المراحل اللي أنا مريت فيها وكيف دخلت الثانوي. اللي برا السويد يحسبوا أنه دراسة الثانوي لعب، ما في اختبارات، يعني أنه دراسة سهلة بالسويد، بس لا غلط. وأنا بهذا الفيديو بفهمكم زيادة على هذا الموضوع وعن دراستي وإيش المراحل اللي قدرت اللي سويتها عشان أدخل الثانوي. فقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتي عبر الانستغرام حسابي روزالينا، ويلا نبدأ. قبل ما أشرح لكم معاناتي بقول لكم على شروط الدخول الثانوي في السويد للمقيمين واللي عندهم جنسية في السويد. لازم يكون الواحد نجح بصف تاسع، يعني لازم يكون عنده شهادة من صف تاسع، ومن ضمنها 12 مادة، ومن هذه 12 مادة لازم الواحد يكون ناجح بالإنجليزي، رياضيات، واللغة السويدية. فأنا بالترمين الثاني لصف تاسع نقلت لتركيا. فلما رجعت من تركيا للسويد بعد سنة ما دخلت ثانوي على طول، على أنه عمري كان مفروض أدخل ثانوي. دخلت برنامج بالثانوي مخصص للي ما كملوا مواد أو اللي ما يعرف اللغة كويس. دخلت هذا البرنامج سنتين، المفروض كنت أقدر أكمله بسنة واحدة، أسوي بس أكمل المواد اللي أنا مو ماخذة فيها، يعني مو ماخذة فيها علامات بالشهادة، وخلاص أدخل ثاني سنة ثانوي. بس لا، أول سنة لعبوا علينا، قاعد يقولون أنتوا الحين ما بتاخذوا علامات، حتى الشاطرين كل صفي ما حد أخذ علامة من السنة الأولى، فضيعوا وقتنا. وصارت سنتين، السنة الثانية بدوا يأخذونا بجدية ويحسبون العلامات ويسوون اختبارات عشان ندخل لمرحلة الثانوي. فكانت تضيع وقت، وصراحة الثانوي من أسوأ يعني أشياء اللي صارت بحياتي، لأني درستها بأغلب دول العالم، يعني درستها بأكثر من مكان وبلغات متنوعة، عربي، سويدي، إنجليزي. درست ثانوي في بريطانيا باللغة الإنجليزية أول مرة، بعدين بتركيا باللغة العربية، وبالسويد اللغة السويدية. وهذه السنة أنا ثاني ثانوي الحمد لله، اجتزت المراحل الصعبة، والحين خلاص بيبقى بس سنة اللي هي آخر سنة ثانوي، بعدين تروح الثانوي من حياتي. المهم، الثانوي مو مرحلة سهلة بالسويد، يعني المنهج أسهل من الدول الثانية، لكن للي مو سويديين يعتبر صعب. في امتحانات، في واجبات، في برزنتيشن قدام الصف، ولازم الواحد يسويه باللغة الإنجليزية والسويدية، وفي مواد ثانية كمان، فيعني في كثير أشياء بهذه المرحلة. الفرق الوحيد إنه ما في امتحانات نهائية، يعني تجمع مثلا مادة التاريخ من بداية السنة لآخر السنة بنسوي امتحان على كل اللي درسنا، لا، كل ترمين أو كل جزء من من المادة نسوي له امتحان. مثلا بالترمين نسوي امتحانين، بعدين الترمين الثاني اللي هو دخولنا السنة الجديدة نسوي امتحانات أكثر. بس كذا يعني الناس اللي برا السويد يقولوا إنه نحن ما نسوي اختبارات، لا نحن نسوي، بس إنه مو اختبارات نهائية. وعندنا امتحانات وزارية نسويها بأول سنة ثانوي وبثالث سنة ثانوي. كثير أسئلة وصلتني للي مقيمين برا السويد، هم أساساً دارسين ثانوي، مثلاً يكونوا ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي، يقولون هل تنصحينا نيجي السويد ندرس ثانوي؟ جوابي هو لا، أنا ما أحب أحطمكم أو يعني أقول لكم لا تيجوا تدرسوا بالسويد، بالعكس دراسة السويد حلوة، لكن للي معه لغة وللي يعني درس سنوات قبل الثانوي هنا، لأنه بيكون أسهل عليه وتعود على المنهج. لكن الناس الجدد بالسويد الدراسة مو سهل عليهم، لأنه يكون كل شيء جديد بالنسبة لهم، واللغة والحياة مو اجتماعية بالسويد، يعني صعب الواحد يصاحب سويديين، فاللغة بتاخذ وقت أكثر. ومعروف اللي أصغر بالعمر يعني يتعلموا اللغة بشكل أسهل أو أسرع. فهذه نصيحتي. وكمان ثاني شيء السبب هو انه لما تجون هنا مثلا
انت او انتي الحين ثاني ثانوي وبتجوا للسويد، ما بتدرسوا ثالث ثانوي، لا بتدرسوا اول شيء لغه، بعد ما تكملوا من اللغه بتدرسوا مواد اللي هي بدل صف التاسع لازم تكون 12 ماده او 8 مواد على حسب التخصص، وتكملوا هذه المواد بعدين تقدروا تدخلوا ثانوي. واذا انتم فوق 19 سنه ما بتدخلوا ثانوي مع الصغار، بتدخلوا مدرسة اسمها كونفوكس، هي للناس اللي عمرهم فوق 19، غالبا يكونوا بالعشرينات، يدرسوا تقريبا نفس الشيء اللي بالثانوي، يعني نفس المواد وكذا، بس الأسلوب يتغير. يعني هناك الطالب يعتمد أكثر شيء على نفسه، الامتحانات تكون فتراتها يعني مو فترات ثابتة. انا ما افهم صراحه بدرست هذه الكونفوكس كثير لانه انا ما درست فيها، بس اعرف صديقات لي هناك، فيعني هذا مو شيء سهل ابدا، بس لو حد جاء من صف ثامن سابع يعني الوضع بيكون اسهل، لانه الواحد بياخذ لغه وهو صف سابع او ثامن مع الصف العادي بيكون دخل. بس بالكونفوكس ما يكون في سويديين، غالبا عرب او اجانب، يكون في سويديات مرات او سويديين شخصين ثلاثه اللي يكونوا ما نجحوا بمواد ويضطروا يدخلوا لهناك لما يخلصوا ثانوي عشان يكملوا بعض المواد يدخلوا جامعه. هذا رايي الشخصي، وصراحه صراحه الناس اللي برا السويد لهم نظره ثانيه، لكن احنا اللي عشنا هذا الشيء ودرسنا من دراسه السويد يعني ما نستمتع كثير، لأنه اللغة ثانية علينا، صح أن أنا متمكنة منها الحمد لله، بس يعني منهجهم شوي طريقة دراسته ثانية، يعني ما يتعاملوا مع الامتحانات، أكثر شيء يتعاملوا مع برزنتيشن، الواجبات، يعني الواجبات الكبيرة اللي نسلمها تكون أبحاث، فهذه يسووا عليها علامات جزء كبير من اللي يجي بالشهادة، يعني يكون مثلا بالسنة 3 امتحانات 4 والباقي ياخذون الواجبات الكبيرة اللي مثل البحوثات، كتابة مقال، من هذا الكلام. فزي ما قلت لكم أنا درست أول ثانوي 3 مرات، يعني تخيلوا 3 مرات يعتبر كثير، فاتني الحين، أنا الحين عمري 19 سنة، المفروض أنا تخرجت بشهر 6 هذه السنة 2021، لكن لأنه أنا قلت لكم سافرت وجيت ورجعت أتعلم يعني مرحلة بدل صف التاسع لأنه ما كملته هنا، فدخلت الثانوي شوي متأخر، وأنا الحين ثاني ثانوي وتعودت على الدراسة وعلى الأسلوب، بس ثاني ثانوي يختلف على أول ثانوي، أشوف أنا هذه المرحلة شوي أصعب وضغوط، كلها امتحانات واجبات برزنتيشن، يعني كله داخل ببعض، وأكثر من المعلم معلمة يعطونا أشياء نسويها. بس في قانون بالسويد حلو يقول ممنوع الطلاب ياخذوا اكثر من 3 امتحانات خلال اسبوع واحد، فيعني لو معلمين يبوا هذا الشيء ما يقدروا، لازم ماكس 3 امتحانات خلال اسبوع واحد. بس بنفس الوقت دراسة السويد ممتعة، يعني في مواد ممتعة، مثلا هذه مدرستي، انا تخصصي اعلام، لكن عندي صديقات تخصصهم علمي وفي ناس ادبي، فيقدروا يختاروا مادة واحدة عشان انه ياخذوا فيها علامات نفس الوقت يستمتعوا. صديقاتي اختاروا اعلام، فيكون عندهم مرة بالاسبوع حصة اعلام، يجربوا مثلا يصوروا ويسووا مشاريع، يعني تجربة لهم حلوة، بنفس الوقت يجمعوا علامات في اعلام، في موسيقى، في رسم، في رقص. فانا مدرستي متخصصة بالفنون، يعني متعمقة بهذا الشيء، بس مو كل المدارس يقدروا يختاروا مواد زي كذا. وكمان يقدر الواحد يتعلم لغات، يقدر الواحد يتعلم عزف الموسيقى، بيانو، جيتار، أي شيء، ويقدر الواحد حتى يختار تعلم لغته الأم. أنا أدرس عربي أسبوعياً مرة بالأسبوع، الحصة تقريباً 2.5 ساعات، بس تعلم قوي وامتحانات وكل شيء. والحلو بهذا الشيء مو بس إنه نتعلم لنفسنا، كمان ناخذ علامات تفيدنا بالشهادة وتخلي علاماتنا أعلى، يعني لما أرسب مادة أو أخذ مادة علامة مو كويسة، مادة اللغة العربية علاماتها تعوض شوي من هذه المادة. واللي مثلاً يدرسوا لغة أسبانية إذا درسوها وأخذوا علامة عالية يقدروا بآخر سنة ثانوي يسووا امتحان كبير، فهذا ترفع من معدلهم الشهادة حق دخول الجامعة. ففي إيجابيات يعني بالدراسة هنا
وفي يعني أشياء غريبة الواحد ما يفهمها على طول، لكن مع دراسته أو بعد يعني فترة طويلة يفهم استراتيجيتهم. وصلتني كثير رسائل بعد ما نشرت فيديو حق 10 معلومات عن مدارس ثانوي في السويد، وصلتني تعليقات، رسائل بالإنستغرام عن نصيحتي وعن يعني معلومات أكثر عن الدراسة. أنا قلت لكم نصيحتي، وأي حد يفكر يجي يدرس بالسويد يعني أهلا وسهلا، الله يوفقكم إن شاء الله وتحققوا طموحاتكم. وإذا الواحد يعرف نفسه يعني شاطر وأنا بقدر أجتاز هذه المرحلة حلو، بس السويد مشكلتها مو بس لغة، يعني جو جديد، بلد جديد، عادات وتقاليد جديدة، فالموضوع يختلف شوي. وبس هذا كان فيديو اليوم، حبيت أقول لكم تجربتي، أنه ما قلت لكم إياها بالشكل اللي كان براسي، بس أهم شيء وصلت لكم المعلومة، وأتمنى استفدتوا من هذا المقطع. أشوفكم على خير إن شاء الله، وأي اقتراح أو سؤال تحبوا تسألوه اكتبوا لي في التعليقات. مع السلامة.